جود مورنينج جيتو، عاملين ايه النهارده؟ يلا بينا كده نراجع مع بعض الجمع اللي احنا اخدناه امبارح. فاكرين يا جيتو امبارح انا قلت ايه؟ اخدنا ايه؟ اخدنا اجمع. اخدنا ايه يا جيتو؟ اخدنا اجمع. يعني ايه اجمع يا جيتو؟ يعني انا بحط الحاجات اللي معايا تبقى مع بعضها. لو انا عندي معايا تو بنسل هنا وتو بنسل هنا، عندي اتنين قلم هنا واتنين قلم هنا يا كي جي تو، انا هعمل ايه؟ عايز اجمعهم مع بعض عشان اشوف هما معايا كام. احط الاتنين مع بعض يا كي جي تو، الاتنين اللي في ايدي دي والاتنين اللي في ايدي دي، احطهم مع بعض واعدهم مع بعض. يلا بينا نشوف الطريقة بتاعتنا عاملة ازاي. اول حاجة يا كي جي تو، اول حاجة عندي الجمع دوت عنده علامتين. الجمع عنده ايه؟ علامتين. ايه العلامتين دول اسمهم ايه؟ اول واحده اسمها زائد. اسمها ايه يا كي جي تو؟ زائد. اسمها ايه يا كي جي تو؟ زائد. والتانيه اسمها ايه؟ يساوي. يساوي. يبقى اول علامه عندي اسمها زائد، والعلامه التانيه عندي اسمها يساوي. برافو يا كي جي تو. طب يا كي جي تو يلا بينا كده اشوف مسائل نحلها مع بعض. يلا بينا يا كي جي تو نشوفوا مع بعض. 2 زائد 3 يساوي. يلا نقراها مع بعض. 2 زائد 3 يساوي. اوكي يا كي جي تو، هعمل ايه يا كي جي تو؟ هشوف مين فيهم الرقم الكبير، 2 ولا 3؟ برافو يا كي جي تو، الرقم الكبير 3. اخد الرقم الكبير بسرعه واحبسه واحطه فين؟ في دماغي. برافو يا كي جي تو، احط الرقم الكبير في دماغي واطلع الرقم الثاني على ايدي. الرقم الثاني كام يا كي جي تو؟ 2. وعد بعد الثلاثه يلا مع بعض. 4 5 طلع عندي كام؟ 5. برافو يا كي جي تو. طب يلا ناخد واحده كمان. 4 زائد 3 يساوي. يا ترى مين فيهم الرقم الكبير؟ برافو. 4 اجري عليه بسرعه واخده واخبيه فين؟ جوه دماغي. اخبيه فين؟ جوه دماغي. واطلع بعد كده الثلاثه فين؟ على ايدي. بعد الاربعه يلا نعد مع بعض. 5 6 7 طلع كام يا كي جي تو؟ طلع 7. برافو يا كي جي تو. اوكي كي جي تو، احنا كده حلينا مسالتين مع بعض. انا بقى عايزاكم تعملوا ايه اصحابي الشاطرين؟ احنا معانا كراسه الهوم ورك بتاعت الحساب، عايزاكم تنقلوا المسالتين اللي انا كاتباهم دول، وعاوزاكم تحلوهم، وعاوزه اشوفهم بكره ان شاء الله، ويا ريت كلنا نشوفوهم، ويا ريت كلنا نشوف الفيديو ونحل المسالتين دول، واشوفكم بكره ان شاء الله يا كي جي تو. باي.